هنبتدي على طول نستكمل المحاضرات بتاعتنا. كنا واقفين عند جزء الكونسبت وازاي نشتغل على اي بروجكت عندنا، وده اللي هنشوفه حالا واحنا بنشتغل على الستبس الرئيسيه بتاعتنا زي الجزء اللي احنا شايفينه هنا. هنبتدي نتكلم على الستبس دي. اول ستيب ان احنا يبقى عندنا الفكره الرئيسيه للمشروع، بدايه من العنوان عايزين نحدد التوبيك. بعد كده بيجي فكره البرين ستورمنج، ودي بيعملها الاركتكت منفصلا بان يكتب كل الافكار بتاعته ويسجلها بما فيها عناصر البرنامج اللي ممكن يفكر فيه وهكذا، الى ان يصل الى مرحله الكونسنتريتنج، ودي يبتدي وضع الكونسبت اللي احنا عملنا له ديفينيشن في محاضرتنا الثانيه. واكوردنج للديفينيشن الرئيسي بيكون عندنا ما يسمى السلوجن او الايمز الرئيسيه اللي تتحط للمشروع. عشان دي تبتدي تترجم هنبتدي نخش على الكونفرتنج للفيزيكال ستيت. بيبقى عندنا ستيب 4 اللي فيها شويه الرسومات والسكتشز الاولانيه اللي ممكن تتحول بعد كده الى كونسبشوال ديزاين او سكيماتيك ديزاين. يبقى عندنا اوتلاين بتاع بلان، سكتش 3 دي في الستيب رقم 5. الستيب رقم 6 هي فعلا الدرونج الاساسيه اللي احنا هنشتغل على المشروع بتاعنا فيها كامله، ثم نصل الى مرحله البرزنتيشن. والبرزنتيشن ممكن تبقى متغيره من مشروع للتاني، وده هنشوفه في المشروعات المختلفه. احنا كنا عندنا الاكستريم سبورتس كلاب اللي كنا بنتكلم عليه. لو جينا نبص كده للمرحله بتاعت البرين ستورمنج والتفكير في الكونسنتريتنج، ممكن اكون بعمل سلكشن لشويه صور تعبر عن المينينجز اللي انا عايزها في المرحله دي عشان اوصل من المرحله دي الى الكونسبت الرئيسي. لكن اثناء الكلام ده ممكن اخد جزء من واحد من الصور او الرسومات، يعني لاحظوا هنا اللي بينط من فوق اسلاك شائكه، ده كل دي صور متركبه عشان تديني فكره الاكستريم. لكن في مرحله وانا بحول الرسومات، الناس بتعتقد انه ده اسمه كونسبت، ان انا ابتدي ارسم شكل بني ادم، شجره، اي ورده، اي حاجه، واخد منها شكل الديزاين بتاعي. الموضوع ده بنسميه انسبيريشن، والانسبيريشن بيجي في الجزء بتاع التحول للفيزيكال ستيت انه يبقى كونسبشوال ديزاين، او التحول للرسومات. لاحظوا مثلا الرسمه اللي الصوره اللي موجوده هنا، التحليل بتاع الخطوط بتاعت البونز شكلها ايه، اتحولت بعد كده لستيرز، فده معناها انك ما بتشوفش شكل الانسبيريشن بشكل نهائي. عايزين نروح بعد كده للموضوع الرئيسي بتاعنا اللي نبتدي بيه محاضراتنا. واحنا قلنا ان احنا الكتاب اللي هنشتغل منه از تكست بوك مودرن اركتكتشر كريتيكال هيستوري بتاع كينيث فرامبتون. ودي اول ميشن عندنا. انتوا فاكرين ان في الاسكادول اللي نزل لكم كان في عندنا تسليم يوم 26، مش هنقدر نعمله يوم 26، هنأجله اسبوع كامل، هيبقى يوم 3/5، وهيتسلم في صوره وورد. وهو مكتوب فيه ان كل الناس تقرا، والكتاب موجود اونلاين بالمناسبه، تقرا الصفحات من 12 ل 40، بتتكلم على فتره الكالتشر ترانسفورميشن، من ان احنا كنا فترات الكلاسيك لغايه دراسه الرينيسانس اركتكتشر وما يقابلها في العالم الاسلامي والدول العربيه من العماره المملوكيه والاوتومان اركتكتشر، التحول بقى اللي حصل في الفتره دي الى وصلنا ان يبقى في عندنا نيو اوبجكتيفيتي، في شكل من الموضوعيه مختلف. ايه الموضوعيه اللي اتبنت عليها الافكار في العماره القديمه؟ جبنا سيره كده في المحاضرتين بتوع المقدمه ان احنا كنا بنتكلم على كل الافكار الدينيه، وتلاقي ان انت كان في 6 اسبيكتس رئيسيين. كنا قلنا في 3 يتعلقوا باللوكيشن، بنتكلم على الجيوغرافيكال لوكيشن، وبنتكلم على الكلايمت، وبنتكلم على الجيولوجيكال. الثري اسبيكتس دول متعلقين ببعض لانه لهم علاقه بالموقع، لكن كان بيجي بعدهم على طول ويمكن في الترتيب يسبقهم الريليجيوس. وبالتالي المؤثر الديني كان بيلعب دور كبير قوي في كل الفتره الكلاسيكال حتى في فتره
عصر النهضة واستعادة العمارة لرونق من التفاصيل ومفاهيم مختلفة في التصميم. الموضوع ده كان فاضل تو اسبكت تانيين، الهيستوريكال، وده في حضارات ما حصلهاش الكلام ده لما تكون الحضارة قديمة، زي مثلا الحضارة المصرية، الميسيبوتاميين، ما نقدرش نقول ان هم اتأثروا بحد قبلهم. وفي كمان السوسيو بوليتيكال او الوضع السياسي والاجتماعي، تأثيرهم على العمارة. مع دخول القرن ال 19، بنتكلم من 1800 فأكثر، بدأ يظهر شخصيات تتكلم على العمارة من موضوع مختلف عن البعد الديني. وكأن بنهاية عصر النهضة والفترة بتاعت العمارة العثمانية بينتهي دور التأثير الديني إلا على تصميم المبنى الديني فقط. خلاص احنا في اللحظة دي كل تفكيرنا رايح ان احنا نتعامل مع العمارة بواقعية وموضوعية أكبر، وكأن المناداة بالدين كانت subjective مش objective، كانت فيها شيء من الذاتية والأهواء. طبعا بيحرك هذه الذاتية كل من يتحكموا في أمور الدين، في الخطاب الديني، في الدعوة، في طريقة العبادة، سواء بنتكلم على ديانات سماوية أو أرضية، فدائما أبدا رجال الدين لهم موقع مختلف. أديكم مثال بالحاجات الهيستوريكال اللي درستوها، إن في الجوثيك أركيتكتشر التاور ما كانش طول الوقت ملاصق للكنيسة، التاور كان أحيانا موجود جنب الكنيسة وأحيانا كان بعيد عنها، وبعد التاور وقربه من الكنيسة كان بيرفلكت إن الحاكم مين اللي عينه. لو الحاكم عينته الكنيسة، التاور يلتصق بالكنيسة. لو الحاكم هو اللي بيعين بابا الكنيسة، كان التاور يخرج عن جسم الكنيسة ويبقى حر في ميدان مختلف، زي تمار كده في إيطاليا. أو إن إحنا نتكلم على حاجة الفيستا اللي موجودة في ميلانو، يبقى عندنا جزء كده إيه، مبنى ما بين مبنى الحكم ومبنى للديانة أو الكنيسة يعني، وما بينهما يوجد التاور فيقتسم الحكم الطرفين. الدور ده أظهر عند كثير من الناس تساؤل بأن مفيش منطق لأن إحنا نتعامل بهذه الطريقة، إحنا محتاجين نوع تاني من الموضوعية، وهذه الموضوعية يتحكم فيها أدوات الزمن بعد اختراع الآلة البخارية، بعد اهتمامنا بالتفكير في الصناعة، بعد دخولنا لثورة من الأفكار مختلفة، في نيو ريفولوشن داخلة من الاندستريال ريفولوشن وما حولها. فبيجي شخص اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده، واحد من أهم الناس اللي أثروا في الحياة السياسية والعمرانية في أوروبا بل في العالم كمان. هتلاقوا دايما في السلايدز اللي بنعرضها عن أشخاص عندكم التواريخ، تاريخ الميلاد والوفاة والعمل الأهم اللي احنا هنتكلم عليه. الغلاف اللي قدامكم ده الصفحة الأولى من كتاب نيوز فروم نو وير. الكتاب ده اتعمل في 1890، يعني قبل وفاة ويليام موريس بست سنوات. ويليام موريس شخص في الأصل إنجليزي، لكن عنده أفكار تحررية من التفكير الديني، وبيشوف إن في نوع من الأركيتكتشر هو الأميز اللي احنا لازم نرجع له، لأنها كانت أسس موضوعية هذه العمارة مبنية على الحرف. إيه أكبر حرفة ممكن أشغلها في العمارة؟ في المباني القديمة الناس اللي كانت بتشتغل في الأسقف وفي المايلة كانوا معظمهم نجارين بيشتغلوا بحرفة النجارة، ولو ببني بالحجر تقطيع الحجر من الطبيعة مش حرفة كبيرة، دي حرفة محتاجة ناس بيؤمنوا بالقواعد الكلاسيكية اللي مرتبطة بأمور دينية. طيب إيه المباني اللي اتبنت بماتيريال مختلفة عن كده؟ في فترة الجوثيك كانت البريكس هي الأكثر استخداما، وبالتالي البريكس دي مش لازم يحصل بيها تشكيلات، لكن الطوب كان بيتصنع. يبقى إذا أنا لو عايز أحط العمارة في إطار موضوعي إنها هيدخل فيها الصناعة بشكل رئيسي تعتمد على حرفة
الممارسين للمهنة، يبقى دخل فيها البنايين، صناع الطوب، والنجارين. الشيء بالشيء يذكر، احنا بتنتهي عندنا الفترة المملوكية في القاهرة وجزء صغير من الفترة العثمانية، ان كان عندنا حاجة اسمها عائلة الطالبي. عائلة الطالبي دي كانت عائلة تحترف صناعة الطوب وتقطيع الأحجار، وكانت حاطة مانيفيستو لخطوات البناء كأنه جايد لاين، يعني في جايد بوك كده الناس تبني ازاي. اللي حاول يعمله ويليام موريس ان ينقل افكاره عن هؤلاء الاشخاص بطبيعه عملهم وطبيعه حياتهم والحياه اليوميه بتاعتهم شكلها ايه، وبالتالي الناس دي بتتشارك مع بعضها ازاي في العمل، بتقتسم اليوم، تقتسم الوجبات. من هنا بدأ يتكلم على أفكار تختلف عن آليات السوق الحر والتجارة، وإن اللي يصرف على المبنى لازم يكونوا أغنياء، وبالتالي ظهرت الأفكار الخاصة بالاشتراكية. خليني أقول لكم، اللي يدور على أفكار كارل ماركس ويقرأ عنها رغم إن ده في روسيا، هيجد إن من أولى الكتابات اللي أثرت في الكلام ده كانت كتابات ويليام موريس قبل هذا الكتاب، لأنه هو كان بيكتب مجموعة من الجرايد، مجموعة من الجورنالز اللي كانت تصدر في انجلترا. طيب هو دوره ايه؟ هو كان كاتب وكان بيشتغل بأعمال الخزف والفخار اللي مبنية على الطامي اللي ممكن نعمل منه البريكس، اللي نعمل منه الطوب. ده خلاه يهتم بالحرف اليدوية. بعدين زوجته اللي ارتبط بيها كانت بتعمل حرف النجارة لتكوين وحدات من الفرنيتشر والعناصر اللي بتستخدم في الويندوز في تغطية الشبابيك. من هنا هتلاقوا الغلاف الداخلي للكتاب بيعبر عن مبنى الابروتش بتاعه من الطبيعة في عناصر اللاندسكيب الرئيسية الأشجار، لكن المبنى بالأسقف المايلة والتقسيمات بتاعة الطوب، هو معبر عن فترة الجوثيك بدون الدخول في تفاصيل للبعد الديني. الكلام ده بيوصلنا لأن في طريقة من التفكير بتاخد الناس باتجاه مختلف، إن إحنا نروح نشوف إيه اللي بيحصل بالنسبة لنا مع باقي أوروبا في هذا الوقت، وإن إحنا وإحنا بنتكلم هنلاقي في حد بيتبنى هذه الأفكار، هو فيليب ويب. ده راجل أركيتكت بقى، هينضم للمجموعة اللي بتؤمن بأفكار ويليام موريس، ويكونوا فريق عمل هيسموا نفسهم Arts and Crafts، الناس المحبين للفنون والحرف اليدوية. والArts and Crafts ما أنتجتش معماريا غير المبنى اللي قدام حضراتكم ده، اللي already أطلق عليه Red House لاستخدام الريد بريكس والتغطيات اللي انتوا شايفينها اللي معموله من الارميد، وان كانت طريقه حرق الارميد في الوقت ده لتكوين الكلي تايلز اللي بنستخدمها على الاسقف كانت بتخليها يطلع لونها اغمق مائل لون الجراي كده. فيليب ويب في التصميم ده بيحط عناصر المبنى وفقا لترتيبها الوظيفي. الريد هاوس ده هو في الحقيقه ويليام موريس فاميلي هاوس، هو بيت عائلة ويليام موريس. هنا بيظهر هو تصميم المبنى شكله ايه. بصوا الكتلة دي بارزة، وبعدين الكتلة دي راجعة للخلف، في كتلة في الكورنر، في هنا مكان لبير مية تغطيته عامل ازاي من الخارج، قربه لباب خلفي هنا للخدمة، يبقى اذا المنطقة دي فيها جزء من المطبخ، وبالتالي المبنى بيعبر عن وظيفية بحتة تاخد في الأشكال العلاقات بتاعت استخدام ماتيريال كانت موجودة في فترات قديمة وهي الجوثيك، نفس ميول الأسقف القديمة اللي في فترة الجوثيك، لكن الجوثيك كان بيمتاز بما يسمى جوثيك أرشز، والجوثيك أرش هو البوينتد جوثيك، عشان كده هتلاقيه على لمحات بسيطة كده بيحط أرشز في أماكن مختلفة حتى لو مش ده الشكل الحقيقي للشباك. إذا ما زال في فكرة موجودة ربطاهم إلى حد ما بالكلاسيكية، لكن الواقعية بتاعت الوظيفة هي اللي هتفرض عليهم قواعد جديدة.
خلي بالكوا احنا في استعراضنا الانترودكشن قلنا شويه رولز عملها لو كوربوزيه، صحيح هيجي وقتها ونعيدها تاني بالتفصيل، لكن بعيدا عن الكوربوزيه اوريدي كل فتره هيبقى ليها الرولز بتاعتها. الفتره بتاعت جماعه الارتس اند كرافتس، وخلي بالكوا هنقعد نشتغل على حكايه الفايف رولز دي لفتره طويله، كان اهم حاجه عندهم الارتباط بالاصول القديمه للعماره القوطيه، يبقى في ريليشن وذ جوثيك اركيتكتشر. في عايز تحققها ازاي؟ هتتكلم على الاسقف وعلى البوينتد ارش. رقم اثنين، ذا سيم ماتيرياليتي، نفس الخامات از جوثيك اركيتكتشر زي العماره القوطيه، يبقى العماره القوطيه هي الحاجه الكويسه، واي نوع قديم من الاركيتكتشر هنرفضه، ما ينفعش نستخدم غيرها. رقم ثلاثة، الاعتماد على الوظيفة، يبقى المبنى functionalistic design approach، يبقى المبنى مبني على تصميم معتمد على الوظيفة فقط. رقم أربعة، توزيع الفتحات وفقا لطبيعة الوظيفة. الجزء ده لما تلاقي مدخل هنا هيوديك على المطبخ، وبعدين تلاقي شبابيك متدرجة بنسب مختلفة كده، يبقى اكيد في هنا ستير، وبالتالي الوظيفيه كمان هتنعكس على توزيع الفتحات اللي ليها علاقه نسبيه بموضوع البيئه المحيطه. يبقى الفتحات متاثره مبدئيا بالوظيفه ثم تنطبع على البيئه. احنا كده اتكلمنا على نقطه الارتباط من حيث الشكل بالجوثيك، الارتباط من حيث الماتيريال، وجود الوظيفة، تأثير الوظيفة على الفتحات. أخيرا رقم خمسة، إنه جمال المبنى، الـ artistic approach of architecture design comes from articulations. يبقى المبنى هيبقى شكله حلو لو حصل فيه تدرجات كتير. يعني إيه articulation؟ يعني أجزاء تبرز وترجع للخلف كتير. لو تفتكروا كنت بسألكوا في المحاضرة اللي فاتت على ان ازاي اميز ان ده هاوس. الصورة اللي احنا حاطينها دي لانها من جهة السيرفيس والسلم مش باين فيها اي بالكوني، لكن المبنى له من عند مكان غرف النوم له بالكونيز رئيسيين. فخلي بالكم مازال فكرة الارتكوليشن بقى فيرتيكالي هوريزونتالي هتحصل مع ثبات عناصر هي في المفاهيم كانت بتربط المباني بوظيفة محددة. هنتنقل من الكلام ده لفترة أخرى، وإحنا كده داخلين على بدايات القرن العشرين، نشوف شخصية زي توني جارنييه. وتوني جارنييه بالنسبة لنا أهميته تأتي من أنه هو بيشتغل على سكيل التخطيط، وهو كمخطط بيفكر بطريقة مختلفة عن الأركيتكتس، في أنه بيفكر في سيستم لماس برودكشن من المباني. يبقى اذا كنا المبنى اللي اتعمل على ايد الارتس اند كرافتس لعائله ويليام موريس حاجه يونيك، حاجه متفرده ليهم، اللي بيعمله توني جارنييه بيفكر في المباني المتكرره لعامه الناس. يبقى احنا عايزين نكرر، لازم يبقى في موضوعيه في انه المبنى ما يبقاش كل واحد يعمل المبنى على هواه، لازم يبقى في نظام للتوحيد. طب ليه بنعمل كده؟ هما وظيفة واحدة، يبقى نحاول يحصل بينهم تقارب، ولو اختلاف في الشكل يكون بسيط. لا يحتاج حد بيشتغل على سكيل أكبر، على مناطق أكبر، على مسطحات أوسع، وبالتالي بيجي توني جارنييه ويتولى هذا الموضوع. والحقيقة هو شقيق تشارلز جارنييه اللي صمم أوبرا باريس، والاتنين مختلفين تماما في التوجه بتاعهم. تشارلز جارنييه واحد من الناس اللي اشتغلوا في فترة الليت مودرنزم والنيو كلاسيكال اركتكتشر، ليت رينيسانس اسف ونيو كلاسيك. في الليت رينيسانس اللي هي فتره ما اطلق عليه الباروك، واستخدام تفاصيل كتير وزخارف على المباني مبالغ فيها لتعبير عن قصص ووصف احداث، واشتغل في فتره النيو كلاسيك. في الجزء اللي هتقروه من الكتاب هتلاقوا كلام كتير عن النيو كلاسيك وازاي ان كان ليها علاقه قويه بالجريك رومان اركتكتشر. بالمناسبة موضوع الملخص اللي مطلوب لل 29 صفحة اللي بنتكلم عليهم،
محتاجين انه يتقدم في ورقتين A4، حضرتك هتكتبه على وورد فايل وهيتحمل على فورم هينزل على التيمز في التوقيت بتاعنا. التسليم بتاعنا هيبقى يوم 3/5. عدد الكلمات اللي حضرتك هتكتبهم هيتكتب ان انجلش ما يقلش عن 1500 كلمه في التو بيجز دول. نرجع تاني لتوني جرنيه. توني جرنيه بقى على عكس اخوه اللي متمسك بقواعد كلاسيكيه وبياخد منها ما يسمى النيو كلاسيك او الكلاسيكيه المتجدده، هو بيروح يتكلم عن المناطق الصناعيه، وده غلاف لكتاب هو عامله عن المدينه الصناعيه الاندستريال سيتي. والاندستريال سيتي الحقيقه كان ليها توقيت بالنسبه لنا مهم، لانها اتعملت 1917 از ديزاين. هل اتنفذت الاندستريال سيتي؟ لا، ده ابروتش لتصميم لم يتعقب كما هو. تعالوا نوصف التصميم. كل المباني اللي انتم شايفين حواليها اشجار دي واخده موديول متكرر لمجموعه بلوكات شبه متلاصقه سيمي اتاتشد، كل دي مناطق سكنيه. في المنتصف هنا بيجي مبنى لو تاور. لو هقول ان دي مباني سكنيه، كان السنتر دايما بيتحط فيه الكنيسه ويبقى البرج ده برج الكنيسه. الحقيقه التاور هنا هو المصنع الرئيسي، والمصنع الرئيسي بقى له مبنى للمصنع، والتاور ده هيبقى بالنسبه لنا يا اما ان احنا نحط عليه ده برج للساعه زي ما انتم شايفين كده، لان بقى الموضوعيه بتقول ان العمل عباده. عارفين الكلمه الدارجه بتاعتنا دي هي موجوده في اوروبا من بدايات القرن العشرين، وانه الطبقات اللي هتظهر في المجتمع ما اقدرش اسال حد عن الديانه عن المله، انما اساله عن طبيعه عمله، وبالتالي الريفرنس بتاعنا هو كيفيه استغلال الوقت. فيتعمل تاور، يبقى عايزين لاند مارك تاور يميز المنطقه الصناعيه بتاعتنا، ويبقى فيه كمان الساعه اللي الناس تاخد بيها ريفرنس لمواقيت العمل، ورديات الشغل، التوقيتات اللي هيروحوا فيها لشغلهم. ده ما يمنعش ان المصنع ده يبقى عنده امتداد لمصانع تظهر بناء على المصنع الرئيسي، خلفيته المبنى الاداري. واثناء ما بنعمل الكلام ده معاه كتل خدمية، لكن أهم كتلة فيهم وأعمل بينها وبين المصنع أو المصانع بفر زون قوي من الجرين عشان تعمل فلتريشن لحركة الهواء. يبقى إذن المباني السكنية هتتحط قدام اتجاه الرياح، والرياح هتاخد الأبخرة بتاعت المصانع وتروح بيها على مكان، تمر على حزام أخضر كبير، في نهايته بنجد منطقة ألعاب رياضية. يبقى انا هتم بالبشر في ان يسكنوا في مساكن متشابهه ومتكرره، وابتدينا ناخد قواعد في التخطيط للاطوال بتاعت الشوارع اللي معموله هنا، فظهر عندنا ان طول البلوك السكني لا يزيد عن 120 متر. لو هتقيس الكلام ده دلوقتي، ده له علاقه حاليا بان حضرتك بتدور على السيفتي والفاير سيفتي تحصل ازاي، وتوصل عربيات الاطفاء، وكمان في حالات الامرجنسي ازاي توصل للناس العربيات بتاعت الاسعاف. فما زلنا بنعمل بالاسس اللي حطها توني جرنيه. توني جرنيه هو بيتكلم على الاندستريال سيتي، هنتكلم على رولز تانية للتخطيط. الفايف رولز بتاعته بتاعت التخطيط، رقم واحد فيها استبدال المبنى الديني بمكان المصنع. تحول التاور كريليجيوس لاند مارك الى اندستريال لاند مارك. كمان وجود تكرار للوحدات السكنيه، يبقى الريزيدنشال يونت هتبقى سيمي اتاتشد او اتاتشد يونت ومتكرره، في ريبيتيشن فيها. رقم اربعه الاهتمام بالانسان، يبقى من جزء من الموضوعيه والفاليو اللي انا عايز احطها في البشر، الاهتمام بيهم من ناحيه السيرفيسز وخاصه الخدمات الرياضيه.
لان كل ما الشخص هيبقى ويل بي، يعني كل ما بنيته تبقى كويسه، هيقدر يدي ساعات في العمل بشكل جيد. رقم 5، تثبيت جراد سيستم لعلاقه المباني السكنيه بعيدا عن مركز المنطقه الصناعيه. هتلاقوا فيه كده خطوط ماشيه بالطول وبالعرض بتحدد المحاور. شايفين المحور الرئيسي ده؟ صحيح ما قلناهوش في الرول، لكن لو حضراتكم تفتكروا كده وانتم بتدرسوا الجريك والرومان اركيتكتشر، كان مثلا اشهر حاجه تخطيط اسكندريه، عملوا دينوقراطيس على شكل جريد. كان في شارعين متقاطعين، واحد فيهم بنسميه الكانوبيك واي، بعدين اللونج دايركشن واي، فكانوا خطين متعامدين بالظبط، وعند تقاطعهم يوجد المبنى الديني الرئيسي ومقر الحكم. خروجا عن الكلاسيكية، لاحظوا ان هو مازال عنده المحورين، لكن محور منهم بيكون ديد اند بالنسبة له، لوجد بالمبنى الرئيسي، والمحور الثاني وكأنه احتراما للمبنى الرئيسي بياخد انحناء بسيط من الطريق. طبعا الطرق دي هيمشي فيها سيارات، وسائل النقل اختلفت وهكذا، وبالتالي تغيرت. احنا كده بنتكلم عن رول جديدة، لكن مينلي تتعلق بالعمران في البلاننج ولا تتعلق بالاركيتكتشر. ثوابتها في الاركيتكتشر ما قالتلناش لسه ديتيلز نطلع بمبنى يبقى شكله ايه، هي غيرت مسميات الفيتشرز نفسها فقط. لكن احنا شفنا الصورة دي قبل كده تزامنا مع الفترة بتاعت 1917. خليني اقول لكم احنا كده بنتكلم على نهاية الحرب العالمية الأولى، وإن في مصر في الوقت ده كان عندنا ثورة وهي ثورة 19. ثورة 19 كان من أهم الحاجات اللي فيها إن إحنا في مصر كنا مهتمين في الثورة دي بتعليم مفاهيم الدستور وأسس وقواعد العمل السياسي، لكن الأصول الفعلية للثورة كانت بتعتمد على بناية البشر. أوروبا بدأت تفكر في بناية البشر مش بالمفاهيم السياسية، قالت لازم نبتدي من قاعدة مختلفة وهي الأصول التعليمية. الأصول التعليمية لسه قايلين إن في نهاية القرن ال19 ويليام موريس بينادي بالاشتراكية، الناس كلها تبقى في مساواة بينها في التعامل، كلهم عندهم إمكانية للمكاسب بشكل واحد، وكلهم بيعتمدوا على الحرف اليدوية. يبقى التعليم ده هياخد شقين، تعليم حرفي وتعليم أكاديمي أو نظري. التعليم الحرفي من الناس اللي بدأت تدعمه، الشخص اللي قدامكم ده اللي صمم أحد المباني اللي اتهدت في اسكندرية من وقت ليس ببعيد، لما نتكلم على فيلا أجيون اللي كانت قدام سور نادي في الأولمبي في منطقة عبور المية، كانت من تصميم أوجست بري. وأوجست بري أركيتكت كان بيشوف إنه العناصر اللي هو عايز يشتغل بيها، يؤمن بفكر ويليام موريس في إن إحنا نستخدم البريكس، لكن كمان إحنا عندنا الريفورست كونكريت عنصر مهم في التصميم. البيز بتاع الكونستراكشن بالنسبة له based on structure approach of reinforced concrete use، استخدام reinforced concrete، ولما هنستخدمها ندخل معاها يونتس صغيره من البريكس نشكل بيها وحدات الفتحات. اللي انتم شايفينه من الكولاسترا دي معموله من البريكس. اتكلمنا قبل كده ايه اللي يميز المبنى ده وشكل التاور، وهل دي كنيسه زي الكنائس القديمه ولا لا، وطبعا اكيد هي لا تمثل هذا الشكل من الكنائس. لكن الابروتش بتاع الموضوعيه يخلينا ندور على ان استخدامنا للاسس، مش عايزين نقلد عماره بنفس الطريقه، لكن نحتفظ بالابروتش بتاع استخدام البريكس، ندخل عليه ماتيريال جديده نتيجه ان انا بعلم حرفه البناء. فنبتدي ندور على رولز هتتحط ستارتنج مع عند اوجست بري، لكن هي لسه لم تكتمل. خد فكر ويليام موريس وبدأ يقول مش هقدر أقول إن كل حتة في المبنى نصنعها يدويًا، أنا ممكن يبقى في حاجات بعملها أصبها في بلوكات من الكونكريت، سواء تبقى بري كاست يونت أو تتصب
السايت واكمل بيها استكمال المبنى عشان انجز عمليه البناء في وقت اسرع. لكن ما زال رافض للكلاسيكيه، وبالتالي جبنا سيره قبل كده ان ما فيش حاجه بتقول بالنسبه لنا ان المبنى ده كنيسه غير جاست ظهور الكروس في اعلى الصوره. الموضوع ده بيحصل سنة 23 وبالتوازي مع هذا الوقت، لكن في حتة تانية من أوروبا في ألمانيا، الكلام ده كان حاصل في فرنسا، بيظهر شخصية مهمة جدا وأهميته بالنسبة لنا الحقيقة تكمن في إنه واحد من الأركيتكتس اللي كان تقريبا ما عندهمش رسومات. والتر جروبيوس كان بيعتمد على وصف المبنى. عارفين لما قلنا وأنت بتكتب الكونسبت كده بتحط السلوجان، بتحط الرسائل اللي انت عايز تقولها، هو كان بيحط الرسائل دي ولما يبتدي يترجمها يعمل ديسكريبشن للمبنى. رجعنا نتكلم اعتبارا من سنة 2010 على الكلام بتاع والتر روبيس، في مفهوم في الاركتكتشر اسمه سيناري اركتكتشر، انك تحط سيناريو للمبنى، تدخل منين وتشوف ايه، فتبقى بتوصف حالة اللي بيدخل المبنى وخطواته داخله وتعامله معاه. فالسيناري اركيتكتشر هو العمارة ذات السيناريو للمتفاعلين معها. الترجمة الحرفية اللي أنا قلتها دي والتر جروبيوس لفقد إمكانياته اليدوية في الرسم، إنما هو كان يعرف يشتغل على جزء من الفيزيكال مودلز، يعمل ماكيتات يعني، ويجرب بإيده عناصر من التصنيع. فلجأ لفكرة، وزي ما انتم شايفين كده فترة التأسيس بتاعها موجودة هنا من سنة 19 لسنة 33، اتكلم على حاجة استغرقت 14 سنة. خلال ال 14 سنة دول بيتبنى المبنى اللي احنا دايما نشوفه من الجزئية دي، وده مش شكله الحقيقي، هو يو شيب وبعدين طالع اكستنشن ليه، يعني الجزء اللي ورا ده جزء من المبنى بعدين طالع اكستنشن ليه الجزء ده اللي مكتوب عليه كلمة الباو هاوس، ومنها المدخل اللوكيشن بتاعه غريب. فولتر جروبيوس بيقول إذا كان توني جيرنييه جه قال الوحدات السكنية لازم تبقى مكررة، وأوجست بري فكر في إن إحنا يبقى عندنا حاجات بتتصنع من الخرسانة المسلحة والبريكس نحوله من العمل اليدوي إلى وحدات مصنعة، يبقى عندنا زي أماين الطوب بتاعتنا في مصر كده، مصانع للطوب بتطلع البريكس، فمش بعملها بحرفة يدوية، بعملها بماس برودكشن واقدر انتج منها، يبقى انا لازم اعلم الناس. اعلم الناس حرفيا واثقفهم بعلوم نظرية إضافية. وبالتالي الباو هاوس او مقر الفنون الجميلة في ألمانيا هيعتمد في فكره على ان بناء البشر يسبقه بناء المباني. لو شكلنا لهم مبنى يشعروا فيه ان المبنى بيتعامل معاهم بحياديه، ما بيميزش بين حد والتاني. اذا الوظيفيه اللي كانت عند فيليب ويب في ان اشوف اوضه المطبخ غير مكان البير غير مكان غرفه النوم، الانفنتوريزم ان كل عنصر في المبنى يبان بشكل مستقل ويبان له مردود على التصميم، لا مش عايزينها تبقى موجوده هنا. يعني لو كل دي كلاس رومز هنحطها في هذا الاتجاه ونشوف حجم الفتحات اللي احنا عايزينها، لكن عشان يبانوا ان هم وحده واحده مفيش بينهم اختلاف في التعامل او تمييز، نقوم نضيف عليهم الكيرتن الخارجي اللي انتوا شايفينه ده. المشاة الخارجيه دي ليس لها دور غير ان تديك يونيتي. الفتحات اللي موجوده هنا فتحات متكرره ايدنتيكال، ما بتميزلكش عنصر عن التاني أو بتقول إن العنصر ده متطابق. إذا في مناداة بالمساواة، والمناداة بالمساواة، ما هو ويليام موريس بينادي بالمساواة، بس مساواة عمل الحرفيين يدويا ينتج طبقة من العمال المهرة كل واحد فيهم يطلع فورم مختلف عن الآخر. المساواة اللي بيفكر فيها والتر جروبيوس معتمدة على ماس برودكشن، وعايزين نعمل انواع من الفنون تبقى عددها كبير في الانتاج. يعني عايزين نصمم كرسي ما نجيبش واحد نجار يقعد ينحت الكرسي حته حته
ولما يجي يعمل منه نسخة تانية يبقى نتيجة النحت والتوقيت ما يطلعوش الاتنين ايدنتيكال، وبالتالي يبقى عايزين اسطمبة من الشغل تفضل ثابتة. من هنا جت كلمة ان بدأ يظهر عندنا ما يسمى بالنورم، بدل كلمة فورم استبدل الاف ان فهيبقى اسمها نورم. ماذا تعني النورم؟ النورم هو إمكانية تكرار الفورم بشكل ثابت تماما. يبقى النورم هي عبارة عن repetition of identical mass production form. فهم اللي ابتدوا يخترعوا الجلوب، اللمبة اللي شكلها شبه الكورة دي، وقال لك بدل ما اقعد اعمل النجفة بالتفاصيل المختلفة محتاج تجميع يدوي ومفيش نجفتين يطلعوا شبه بعض، لازم نخلي فيه مساواة في المجتمع، وده يطلع لك جيل ثقافته مبنية على المساواة تقدر تتعامل معاه بالعدالة أسهل. قصاد ده في مصر كانت ثورة 19 بتنادي بإن الناس تتعلم مفاهيم سياسية. طب هيتعلموها فين؟ يروحوا كلية الحقوق. كلية الحقوق مبنية في العهد الملكي زي كلية الهندسة كده، بداية المباني بتاعتها في العهد الملكي، وكان في قرار من الملك فؤاد ان المباني التعليميه تقام على غرار المباني المصريه القديمه بشكل محدث بنسميه نيو انشنت ايجيبشن اركيتكتشر. الباوهاوس ما بيفكروش في ده خالص، بيفكروا في ان المبنى يظهر في التعامل نيوترال، ما فيش تريد مارك لستايل محدد، وانه اثناء تعامل المبنى مع وجهاته مع الخارج يبدو أن وحداته التكرارية بينها عدل ومساواة، وإن هي فيها لو الوحدة دي اسمها فورم يبقى تكرارها ايدنتيكال كده، ادانا مفهوم لكلمة النور. الرولز اللي احنا بنتكلم عليها دي مش هتظهر في هذا المبنى بس، لا اوجست بري حاول يحققها، لان المبنى ده هو ما عملوش لوحده خلال 14 سنة دي، اشترك معاه اخرين كان على رأسهم واحد من اللي هاجروا إلى أمريكا بعد كده وهنشوفه في المدارس المستقبلية في مرحلة قادمة في المحاضرة اللي جاية، ألا وهو ميس فان دو، واحد من الألمان المهمين جدا. بيشترك معاه في التفكير في هذا المبنى، وبالتالي والتر جوبيس وميس فان دو من المؤسسين لفكر الباوهاوس، والمبنى تطور أثناء بنائه على عدة مراحل عشان يصل للشكل النهائي. لكن هو كان له مشروعاته الخاصة، منها الفوجي فاكتور اللي حضراتكم شايفينه. طيب ايه الاختلاف عن اللي فات؟ لاحظوا ان هنا المسطحات اللي احنا شايفينها مكشوفه وراها اجزاء من الصالب، احنا عملنا فيها بس يونيتي وتبين حكايه الريبيتيشن اوف سنجلر فورم اللي هو كان هنا سكوير بيدينا نورم على سكيل كبير. طيب المبنى ده فيه اجزاء من كده، لكن هنا معامل دخول الزجاج اكبر وفقا للاحتياجات الوظيفية للمبنى. طب الابروتش بتاع المدخل اتحسن عن احساسك بالمدخل في المبنى ده؟ المدخل هنا متواضع جدا، ان جاست فور الكانبو اللي فوقيه هي اللي بتميز مكانه، وقدام شوية كده واحنا بندرس مراحل اخرى من المدارس المعمارية هنشوف ان ازاي تأثير تمييز المداخل على الديزاين ايديا اللي بيعملها الاركتكت. ابتدى يحط جزء اكسترودد كده للخارج، فيبقى بالتالي بيشتغل بأدت الفورم عشان يميز المدخل. عند الكورنر غالبا في عنصر ستراكشر، لكن انتوا شايفين سوفت كورنر من الازاز، من الناحيتين ازاز. طيب بس شايفين الاستراكشر موجود هنا، يبقى هيبتدي يظهر رولز كده عنده ان الكورنر بتاعنا بالنسبه له هو بالنسبه لوالتر روبيس ما يحتكمش الى الاسس التصميميه بتاعت الستراكشر اللي كان بيشتغل بيها اوجست بري. انا هاخد من افكار ويليام موريس، هاخد الابروتش بتاع اوجست بري في التصنيع، لكن انا عايز وانا بصنع يبقى عندي حريه في التصميم. فبدا يعمل الفري كورنرز ان كلها من الزجاج، ودي تعني حاجه من الاثنين، يا اما امبيدد ستراكشر ان كورنر. فاكرين لما كنا بنتكلم على الكوربوزيه كان كل الاعمده بترجع للورا فتبقى ريسز، فيبقى ده بالنسبه لنا يا يبقى هنا ريسز يا اما امبيدد. طب امبيدد ازاي في وسط الازاز؟ يبقى انا عايز نوع خاص من الازاز كانه هو اللي شايل.
ما كانش عنده النجاح في ده قوي، فكان قدامه الحل اما ان يبقى في ريسيس ستراكشر انت مش شايفه هيدن هنا، خاصه لو ده السلم يبقى انا ممكن يبقى في عمود السلم طالع حواليه سبايرل والكورنر فري، ويبتدي الاعمده اللي بتتوزع جانبيا. الحل الثاني ان الاسبان ده يكون صغير بحيث انه يبقى فيه كانتليفرز هي اللي شايله هذا الجزء من المبنى. مبنى مصنع، لان هو الفكره الاساسيه عنده هو الاهتمام بالنور والاهتمام بالصناعه والاهتمام بالناس اللي هيتعلموا عنده في المدرسه علوم حرفيه ذات اطور فنيه. هيمشي بنفس النهج بتاعه، واحد من اللي بينضموا للباو هاوس وهو بيتر بارنز، لكن لاحظوا بقى انه هو بيعمل الاي اي جي فاكتوري في 1909. طبعا هتلاحظوا بس عندنا شويه فوارق في التواريخ، مش بنمشي بالترتيب. وخليني اقول لكم اللي احنا استعرضناه كده، وانا هرجع عشان الناس تبقى مسجله الكلام ده عندها. لو احنا بنتكلم من البدايات، هتلاقي واحنا بنتكلم على ويليام موريس وفيليب ويب، احنا بنتكلم على بارت 2 من الكتاب من اول شابتر فيه في صفحه 42، ثم هنصل الى الكلام على توني جيرنييه، واحنا بنتكلم على هذا الجزء واحنا بنتكلم على الاندستريال سيتي اللي مذكوره في بيج 100. احنا بناخد سبوتس كده من حاجات في الكتاب ونعمل عليها هايلايت، بعدين هنمشي بسيكونس معين في الفتره القادمه. اوجست بيريه هتلاقيه مذكور في صفحه 105، والكلام على الايفولوشن بتاعت الكلاسيكال راشناليزم بان انا اروح للستراكشر ابروتش مع القواعد الكلاسيكيه، في ان عندي تاور ومبنى كنيسه فيبقى عندي كلاسيكال اند ستراكشر راشناليزم، منطقيه الكلاسيكيه والانشائيه. لما نيجي نتكلم على مجموعه الباو هاوس هتلاقوا ان الشغل بتاع والتر جروبيس مذكور بالنسبه لنا في الايفولوشن اوف ان ايديا، ودي بيتكلم عليها البارت اللي في صفحه 123. وبيرجع الكلام ده نرجع معاه الى بقيه الناس اللي بتستكمل عملها بالانتماء لمدرسه باو هاوس، لكن ده بينتمي للمدرسه وبيعمل مباني قبل ان تنشا المدرسه واقعيه. المدرسه انشئت من 1919 ل 1933، لكن الافكار اللي بدات بيها تقدر تقول ان احنا بنتكلم من 1905. تداول الافكار، عقد اجتماعات زي صالونات كده فكريه بيخرجوا منها بالافكار اللي احنا شايفينها قدامنا. هنلاقي ان ده بيشتغل فايس فيرس، بيشتغل سوليد كورنر وبعدين عنده فريمز. السوليد ده لو انا ببص للواجهه دي يديني ايحاء ان المبنى ده مبنى لود بيرنج من المباني القديمه، وبعدين طالع على شكل فولت فيدي الايحاء بكده. لما اشوف الواجهه الجانبيه بادئ يدخل عندنا الفريمز من بارت من العناصر الخرسانيه اللي معتمده على قطاعات داخليه من الستيل، كل اللي ما بينها فيه اضاءه. لكن هو على عكس والتر جروبيس لا يؤمن بحريه الكورنرز، لان ده المين سبورت اوف ذا بيلدينج. ده هنا ممكن يبقى عندي اعمده في الاتجاهين كبيره جدا، ولذلك بيهتم ان ده يبقى صلب. مدخل المبنى يجي منين؟ زي ما انت شايف كده هو عامل جزء جلسه كبيره للشباك اللي هنا، فما ينفعش الدخول من هذا الاتجاه، مع ان المبنى لينير في الاتجاه ده، وده معناه ان كان من الافضل اخد الابروتش زي ما كان الباركنج بتاع السياره كده وادخل من هنا. لكن المداخل مداخل متعدده تاني حقيقه لفكره المساواه، ادخل من اكتر من مكان لدخول العاملين والموظفين واللي بيدخلوا ماتيريال. وظهرت الانترنسز المتعدده للمباني مع التفكير في المساواه في مبدا العمل والوصول لنقطه العمل باسرع وقت. لكن وهم بيشتغلوا في الكلام ده كان في ناس تانية بتؤمن بفكر باهاوس، لكن نفسها ان يبقى له واقع كلاسيكي اكتر. فادي شكل يرجعنا تاني للجوثيك، باني عندي شويه ارشز كده متركبه فوق بعضها. اللي منكم شاف مباني في العصر الاسلامي هيجد الاشكال المتراكبه دي من اشكال مثلثه او في سيمي سمول فولتس كده فوق بعضها،
بتدي معارف لفظا بكلمة مقارنس، والكلمة دي غير مترجمة. مقارنس دي كلمة المرجعية بتاعتها فارسية، معناها التراكب للتكوين، انك تعمل كومبوزيشن من عناصر هي شايلة نفسها، لكن بتبتدي بيونت واحدة وتصعد كأنها تدرج هرمي، فايس فيرس، هرم مقلوب. الكلام ده اللي انتوا شايفينه دي قاعة مسرح بيصممها هانز بولزك في 1919 مع بداية إنشاء مدرسة الباوهاوس، متأثرا بأفكار ويليام موريس، مع التأكيد على فكرة البريفاب يونت للوحدات اللي حضراتكم شايفينها. لكن هو بيصنعها نفسه ان دي تدي ايمج زي المبادئ بتاعت الجوثيك، والجوثيك اطلق عليها قديما عمارة الضوء. وكلمة عمارة الضوء كان الاصل فيها من ان تحولت الكنائس القديمة من ان الفتحات قليلة، وفي فترة الرومانسك يا دوبك عندي شوية رومان ارشز ارتفاعاتهم صغيرة جدا، والمبنى صولد عشان يقدر يشيل السقف سبان كبير، لان ما زال لود بيرنج ابروتش، الى ان احنا نعمل فلاينج باتريز بالتحول ناحيه ان احنا نتكلم على السكيلتون سيستم، وتطلع الاجنحه الطائره للخارج كانها تفريغ من الحائط، فالحائط يبقى فاضي، فنقدر نعمل ارتفاع لشباك كبير من الارض للسقف، لكن عشان الاحمال اللي جايه من السقف نضطر نعمله بشكل ارش، وعشان الارش ده عرضه اقل بكتير من ارتفاعه فنعمله في نهايته بوينتد ارش. فجات الجوثيك اركيتكتشر كعماره بيها فتحات كتير للمبنى، فادخلت الاضاءه الى مبنى الكنيسه بشكل كبير، فاطلق عليها عماره الضوء. ده اركيتكتشر اوف لايت. واركيتكتشر اوف لايت دي انتوا هتلاقيني كاتب لكم في الكورس لاي اوت مجموعه كتب كده اللي يحب يطلع، خاصه المجموعة اللي هتكمل في مجال الاركتكتشر. في منهم رونو زيفي عامل كتاب مهم جدا اسمه اركتكتشر از سبيس، بيتكلم على ترمينولوجي، مصطلح رئيسي كده لكل فترة معمارية. لو عايزين نسمي مثلا العمارة المصرية القديمة، هو كان شايف ان الماسيف وورك والسكيل الكبير الضخم المبالغ فيه، بالمناسبة الأعمدة اللي بتشوفها في العمارة المصرية القديمة، رغم إن إحنا بنقولها مجازا بتعبير أعمدة، لكن المبدأ إن إحنا نشتغل لود بيرنج. طب لما جم يحسبوا الأحمال بتاعة الأسقف اللي موجودة، لقوا إن العمود اللي مقطعه القطر بتاعه متر وربع 125 سنتي، كان يمكن أن يكتفى بعمود بديل قطره 30 سنتي. فهو شاف إن المبالغة في استخدام الحجم ده ما هياش قصه استخدام اللود بيرنج، لان الاعمده ظهرت عند الاغريق بسكيل اصغر مع وجود نفس السبانز اللي عايزين يشيلوها. فقال لازم يكون ورا ده فلسفه مختلفه، في مسج عايزين يبعتوها لنا. وبما ان التدرج داخل المعبد المصري كان بان المبنى مرتفع ثم ارتفاعه يقل يقل يقل، ويبتدي مستوى الضوء ينخفض الى ان نصل الى The Secret of the Secret، قدس الأقداس، منطقة المقدسة اللي محدش بيدخلها غير الكاهن الأكبر، الملك، أحيانا كلمة فرعون، وإن كان إحنا عندنا فرعون واحد أعتقد إن هو تاني ملك من الهكسوس حكم مصر لمدة 82 سنة. فوصولا للمنطقة المظلمة دي يبقى في شيء غامض. الميستري دي مع وجود الضخامة خليته يطلق على العمارة المصرية القديمة ما يسمى Architecture of Fear، عمارة الخوف. زي ما هو لنفسه أطلق برضو على الجوثيك Architecture of Light. فلازم بس نبقى عارفين أصول الكلمات جت منين، عشان لو حبينا ندور على الترمينولوجي ده يترجم إزاي، يترجم إزاي لعناصر معمارية. يبقى أنا لو عايز أخد أبروتش في التصميم لعنصر زي ده، طيب الشخص اللي قدامنا ده بيصمم مسرح، مسرح يبقى عايز اولا الناس كلها تعرف تشوف وتسمع بشكل كويس. طب المسرح ده مسرح معمول لايه؟ عندنا انواع من المسارح، مسرح للموسيقى، ولا مسرح لعروض الباليه، ولا مسرح للتمثيل.
ولا مسرح بما يسمى قاعة العرض الصوتي أوديتوريوم، هيبقى فيه متحدث رئيسي ومستقبلين. هو بيعمل مسرح في الأصل للموسيقى، ولا مانع من إن احنا نيجي في توقيت ولو مفيش فرقة موسيقية نستخدمه للحوارات القديمة الكلاسيكية ذات البعد البرلماني، زي كده المسرح الروماني اللي عندنا. الرومان ثياتر والجريك ثياتر كانوا في الأصل عبارة عن تقدر تسميه كده بيرلمنت هاوس، ده مبنى البرلمان اللي بيمثل فيه أفراد الشعب لمناقشة مشاكلهم، ثم يستغل في أوقات أخرى للعروض للبرفورمانس آرت. لكن لو أنا بعمل مسرح الموسيقى هيهمني حاجتين، هيهمني إن الصوت يصل بشكل جيد، وما زالت تحتفظ الفكرة الرئيسية عند الجريك إنه الهاف سيركل ولو اتحولت أوت دور يطلق عليها أنفي ثياتر، المسارح المكشوفة النصف دائرية، هي أحسن طريقة لتوزيع الصوت على كل الجالسين في المسرح. لكن هو عايز كمان يعمل تغطية، والتغطية دي بينتهك فيها نهج إنه مازال مرتبط بالأفكار اللي قالها ويليام موريس، إن إحنا نصنع حاجة ليها علاقة بالجوثيك، فيبتدي ياخد البوينتد أرشز يعمل منها أشباه للمقرنص، ويعمل منها بريفاب يونت فيكون منها الدوم اللي انت شايفينها اللي هيكون منها دخول الإضاءة. طب واحنا بنصنع اليونتس دي، يفضل ان انا وانا بعملها من البلاي من الطم او السيمنت بيز، احط عليها طبقة من الرمل من الساند تكون كريستالايزد، فتدي بلورات كده تقوم تعكس الضوء اللي يدخل عليها. ما اقدرش صحيح اعملها كاملة من الزجاج، ولذلك لو هنتكلم على هانس بولزج بالتحديد هتلاقيه بالنسبة لنا في الكتاب موجود في صفحة 109، وانت بتتكلم على تأسيس الفكرة اللي اتكلمت عليها من شوية اللي تبدأ من 1905 او قبل ذلك في 1898، وهو تأسيس رابطة للحرفيين والعاملين بالبناء، ووقتها بيسموها دايتش فيرك بوند او رابطة العمل الألمانية، ورابطة العمل الألمانية كانت هي بعد كده اللي تحولت إلى حزب العمال اللي هو له دور كبير في التأثير على الحكم في ألمانيا. وانتوا عارفين إنه معظم الدول في أوروبا تتقلب ما بين فكرتين، ما بين الكونسرفاتيف المحافظين اللي بيروا إن التعليم النظري والأفكار الحقوقية و الكلام اللي كان بينادي عندنا بيه في مصر سعد زغلول، التحرر يبدأ من أفكار الحكم والقراءة وما يعتمدش على ممارسة نشاط العمل، واللي قصادهم على طول حزب العمال. فعندك دايما حزب المحافظين وحزب العمال، ده يتحكم، خلي بالكوا ده رابط قوي ما بين الوضع السياسي والاجتماعي والعمارة. ايه اللي اتغير في الموضوعية الجديدة؟ ان اصبح لدينا عقيدة جديدة وهي عقيدة العمل، وإن عقيدة العمل تحولت بديل عن العقيدة الدينية، وأصبح الأسبكتس اللي أنت هتأسس لها أول واحد فيها من المؤثرات الستة على أي نتاج معماري إنك تبدأ بالواقع السياسي والاجتماعي. والواقع السياسي والاجتماعي في نهاية القرن 19 وبداية العقدين الأولانيين أول 20 سنة من القرن العشرين يبحث عن الفكر الاشتراكي والمساواة وسرعة البناء والخروج من الآثار السلبية للحرب العالمية الأولى. يبقى تعالوا نرتب الأسبكتس المؤثرة على الأركيتكتشر وكل اللي شفناه في الفترة اللي احنا أطلقنا عليها مجازا نيو أوبجكتيفيتي. وبالمناسبة العنوان ده موجود في صفحة 130، وإن كان مش شرط تقرأ من 130 أي حاجة، لأن 130 دي بتتكلم على حاجات تانية في الموضوعية هنتنقل لها إحنا مع المحاضرات القادمة. لكن خلينا كده نقول المحاور المؤثرة على العمارة الستة بالترتيب في الموضوعية الجديدة والمنطقية الجديدة. أولها هيبقى الواقع السياسي والاجتماعي. خلينا نمشي بالترتيب ده. political and social aspects.
ما بقاش اسمه سوتيو بوليتيكال. تفرق انك هتبتدي بمين الاول، لان الواقع السياسي هو اللي هيقود التقسيم الاجتماعي والفئات. وبعدين نبتدي نشوف الهيستوريكال باك جراوند بتاعنا. العمل ده كان بيحاول يجيب هيستوريكال باك جراوند راجع للجوثيك، لكن ده مش بيدينا ريل هيستوريكال باك جراوند. وبالتالي رقم اتنين في الاسبكت متغير من مجموعه لاخرى او من توجه لاخر عند الديزاين ابروتش في المين ايديا، مش في الكونسبت. الكونسبت الرئيسي مبني على ان العباده الجديده تكمن في العمل، وان المؤثر السياسي والحياه الاجتماعيه هم المصدر لانتاج العماره. يبقى الاركتكتشر برودكت جاي مينلي من البوليتيكال اند سوشيال اسبكت، ما بقاش الريليجيوس اسبكت هو المؤثر، بل بالعكس كمان. ده انا هاخد ان نمره اتنين قد يكون الهيستوريكال اسبكت، ولو مش الهيستوريكال اسبكت عندي ثلاث حاجات اخرى مهمه جدا، وهي العلاقه باللوكيشن، يبقى الجيوغرافيكال اسبكت، وياتي بعديه الكلايمت، ويمكن يبقى الجيولوجيكال له تاثير، لان الجيولوجيكال كان بيمنحنا فرصه ان احنا نبني من الماتيريال اللي موجوده في المكان بتاعنا. طب هل كل المباني اللي استعرضناها النهارده كل الماتيريالز مرتبطه باللوكيشن؟ لا، انت لما تتكلم عن رينفورست كونكريت نقدر نعملها في اي حته. البريكس كانت باينه عند فيليب ويب بالريد بريكس اللي من الكلي اللي طالع من التربه الزراعيه وبيتحرق في امين الطوب، لكن البريكس عند اوجست بري بدات تاخد فكره السيمنت بريكس. فاذا الماتيرياليتي غابت منها فكره الجيولوجيكال، انما الجيوغرافيكال هيبقى تاثيره عندنا على اللوكيشن بالافكار اللي قالها توني جارنييه، علاقه المبنى باللي حواليه. وابتدينا نتكلم على مبنى ومخططات ومدن صغيره، والمدينه ما اصبحتش دوله، لانه لو تفتكروا قلنا الكلمه دي سابقا ان روما مثلا هي المدينه الدوله، لان لما تقول الرومان سيفيلايزيشن كان مقرها روما، وروما ساعتها ما هياش دوله كبيره، دي مدينه صغيره، لكن هذا هو السائد في الفترات الكلاسيكيه من التاريخ المعماري. طيب واحنا بنتكلم على هذه الاختلافات، يبقى هنبتدي بان العامل الرئيسي هو العامل السياسي والاجتماعي، قد يليه التأثير التاريخي أحيانا، سواء ظهر بشكل صريح أو ظهر بشكل فيه تحريف زي الأسس اللي عرضناها عند توني جرني. ثالث حاجة أو قد تأتي في المرتبة الثانية لما اتكلمنا على العامل الجغرافي، ويستتبعه دايما العامل المناخي. يبقى الجيوغرافيكال اسبكت والكلايماتيك اسبكت دول لازم يجوا ورا بعض. يبقى هتحط رقم واحد political and social aspect، وبعدين رقم اتنين geographical، يبقى بعديه climatic، وساعتها بعديها هيجي ال classical من ال historical، يبقى فيه historical aspect أو مفيش، أو يجي geological أيهما. وكأن اختفى عامل رئيسي هو ال religious، فال religious aspect أصبح في نهاية المطاف، هو آخر حاجة إذا اقتضى الأمر تصميم مبنى ديني. لكن مثلا وانت بتتفرج على هانز بولزك كده، الوحدات اللي احنا شايفينها دي لوحدها الشكل بتاع الإضاءة ده قد يصلح لمباني دينية، لكن أنا مش بعمل مبنى ديني، يبقى بالتالي الريليجيوس ابروتش ملوش أي علاقة والريليجيوس اسبكت مش موجود. وكأن الاسبكتس المؤثرة على العمارة انحصر عددها من 4 إلى 5 في فترة التحول للموضوعية الجديدة بنهاية القرن 19 وبداية القرن 20. وده آخر سلايد هنبص عليه النهاردة.